رجعنا لكم من بعد الفاصل في آخر فاصل من حلقة اليوم في برنامج الصبح، ودائما معودينكم قبل الختام أكيد ختامنا دائما يكون مع فقرة الحراك المدني أميمة، ولليوم يعني حبينا نتكلموا عن الحركة الكشفية في مدينة يفرن بكونها حركة جديدة ما لهاش هلبة متأسسة من نهاية 2016 تقريبا، وكان من المفترض يعني يكون معنا سيد عماد فارس ومؤسس هذه الحركة ومؤسس فوج يفرن، كنا المفروض يعني نطرح عليه شوية تساؤلات شوية معلومات على مدينة يفرن وعلى الأعمال والأنشطة اللي فوج يفرن المفروض كان قاعد مشارك فيها خلال هذه السنة في 2018. للأسف فعلا سوء الاتصالات داير معنا مشكلة كبيرة، ولكن الحركة الكشفية في ليبيا ثابتة وجودها، فهي يعني من الخمسينات تقريبا، ففي تلقي حتى زمان تلقي عدة نشاطات منها ان هم يمشوا يخيموا يمشوا يداووا في ناس. الحركة الكشفية مهمة جدا في كل يعني الدول، حتى تعلمك الترتيب والتنظيم فيها هلبة مغامرات واشياء. مرات تلقي المنضمين للحركة الكشفية يقولك انا تعلمت ايام الكشاف. صحيح، بدأت موضوع الاولاد تحديدا يعني ديما نلاحظ في الاولاد اللي ينتسبوا للحركة الكشفية او يعني خريجين او كشافة، ديما تلقيهم عندهم احساس المسؤولية عالي بمثلا ترتيبهم لاشياءهم وسرعة البديهة في التصرف. صحيح صحيح فعلا. زي ما قلت يعني في ترتيبهم لنفسه، في اهتمامهم باشيائهم الشخصيه، تلقي حتى ممكن يعرف يطيب ويعرف يمشي اموره، مش بالضروره يعني تكون دائما امه واختها، تلقي يخش بروحه يغسل المعين والحاجه اللي يعني صعب تلقي يعني راجل يهتم. صح، او يغسل في المعين، فهذه من الحاجات اللي يتعلموا فيها في الحركه الكشفيه. طبعا أميمة بس بنوه هنا ان في فقرة الحراك المدني في او على نهاية شهر يناير حيكون عندنا حملة تدشن بهاشتاج على صفحتنا او على قناة 218 تي في، صفحتنا على فيسبوك. اكيد تفاصيل هذه الحملة حتتعرفوا عليها اكثر في الاسبوع الجاي. حيكون هدفنا في كل هاشتاج وفي كل حملة اكيد موضوع اجتماعي له علاقة بليبيا. أكيد لميس بنعالجه مواضيع كثيرة تهم المواطن الليبي بالدرجة الأولى، أشياء كثيرة شفناها اختفت أو بدأت تتلاشى في ليبيا، زي المدينة القديمة أصبحت مهملة، أماكن كثيرة في ليبيا يعني هي من ضمن معالم ليبيا أو معالم بالذات لو بنحكي مثلا على طرابلس وسوق المشير، أسواق كثيرة عندنا معاش بدنا احنا مهتمين بها، ولازم احنا نهتموا باش ما نفقدوش معالم بلادنا، ما نفقدوش تاريخنا. فحنسلطوا الضوء أو حنتكون كل تركيزنا على الأشياء اللي أصبحت مهملة في ليبيا، نحن نحاولوا على قد ما نقدروا أن احنا نعالجوا كل الأشياء أو كل السلبيات اللي في المجتمع بالنسبة للأشياء هي. طبعا تابعونا في آخر أسبوع، طبعا اللي هو الأسبوع الجاي، باش تعرفوا الهاشتاج اللي حينطلق للنهوض بليبيا، وأيضا باش تحل العمار في ليبيا بعد الدمار. هاشتاج الحملة ترقبوه. هذا بشكل عام يعني أميمة في الأسبوع الجاي أو شن محضرين لكم للأسبوع القادم. أما اليوم في حلقتنا فأكيد تكلمنا على هلبة مواضيع، تكلمنا كان عندنا العديد من الفقرات، العديد من المعلومات اللي إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. تكلمنا اليوم عن اكتئاب ما بعد الولادة، وكان معنا في الاستوديو ده في الاستوديو الدكتور جهاد سمور، واللي يعني حكينا باستفاضة عن موضوع الاكتئاب ما بعد الولادة، وفهمنا شن أسبابه شن أعراضه وممكن كيف كيفية العلاج منه، وتحديدا يعني الجانب النفسي منه وتأثيرات ودعم حول يعني محيط المرأة اللي تصاب بالاكتئاب ما بعد الولادة. فعلا بعدها توجهنا للتطبيقات اللي جابتنا اليوم لميس، تطبيقات ضد القرصنة باش نحن نحافظوا على معلوماتنا الشخصية، على صورنا، على كل شيء يتعلق بينا، وما نخلوش الغير يبتزنا. وبعدها جابتنا أكثر الألعاب اللي حصلت عليه داونلود في 2017. بعدها يا لميس وين مشينا؟ دائما السفر والسياحة عندها حصة في برنامج الصبح. اليوم تكلمنا عن السفر واستعرضنا مجموعة فيديوهات فرجنا عليها مع بعض، شفنا أدهم
حول العالم هذا الشاب المصري اللي يعني حبه للسفر أو حب أنه هو يوظف حبه للسفر ويفيد الآخرين بمعلومات وبطرق باش يسافروا بطريقة أسهل وأرخص. وقلنا أنكم تقدروا بس تديروا سبسكرايب لأدهم Around the World على يوتيوب وديروا له فولو على إنستغرام وعلى فيسبوك. بعدها انتقلنا للحركة الكشفية في يفرن اللي كان من المفروض أن يكون معانا اتصال ولكن للأسف للأسف لسوء الاتصالات في ليبيا وأكيد حنستضيفوه في حلقات مقبلة باش نعرفوا الحركة كيف شنو النشاطات شنو الأشياء الإيجابية اللي لقوها وشنو الأشياء السلبية نتعرف على كل تفاصيل الحركة الكشفية في يفرن. هذه كانت فقرتنا أو فقراتنا لليوم. انتظرونا في حلقة مقبلة وفقرات ممتعة أكثر ومواضيع تهمكم وتهمنا. أمني أنا باي 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 مشاهدينا إلى اللقاء. أزر في اللون.